عرف حالي أيهم أحمد مخيم اليرموك. صارت هي الأغاني اليومية اللي بتتحدث عن معاناة الشباب والأطفال والصغير والكبير في مخيم اليرموك، فصارت هي مغنات. يرموك يا يرموك يا يرموك. كانت تغني مع زينب بهاي الغنية في زينب اللي ماتت براسها. كنا نغني ليرموك ونحن جوات يرموك. هلأ صار يغني الواحد ليرموك وهو بألمانيا. لو مت هنيك أحسن.